هالايام شفت المياه وقله الاسماك، مثل يعني كان قبل عندنا السمتي موجود، القطان موجود، هاي قبل، بس هالايام ماكو، شفت المياه ماكو يعني سمك، مثل بس الموجود هسه اللي عندنا الاسماك، بس الزوري الشوكيه يعني، والسمتي صغار، بس هو هذا الموجود عندنا، واللي موجود هالايام كله موجود هالايام، بس الاستيراد، الاستيراد مثل ايران وتركيا والشمال تجينا من يمها اسماك، بس الاسماك يعني مو مثل اسماكنا، ما بها طعم، مو مثل ذاك الطعم، تجي مجمده او مثلجه يعني، بس ذاك الطعم راح يعني، مال العماره طعمه يخبل. لا والله حاليا ماكو سمك بالعمار، السمك كله يجينا مستورد، وحاليا كله غالي، يعني السمك متعدى طريقه هواي، والناس ما عندها، والسمك غالي قاعد يجينا من غير الدول، يعني من الغلا ماله، يعني كيل السمك ب 7000. فالناس كانت تاخذه ب 4000، زادت 3000، ضعفها صار. والثروه الحيوانيه ما موجوده بالعراق ولا بالعمارة، اهوار ماكو، ماي ماكو. والله سمك العراق قليل، يجينا بس مال الثرثار ومال الكوت، مال سمك العماره قليل، بس النوع مال العماره. هذا اكثره ايراني، وهاي صبر مال فاو، صبر مال فاو، وهذا مثل مال الثرثار القطان، البن هذا ايراني وشبط ايراني. واكل جينا مع الثرثار مالكو، وهذا الصبر مال فاو. لا طبعا هذا تربية، وهذا وين ذاك طبيعي، هذا كله بروتينات الاحواض، هذاك طبيعي شلون؟ لا والله ماكو سمك العراقي كله انقرض، يعني ماكو هسه جاي قاعد تجينا هاي مال التصدير، يعني ماكو سمكنا، يعني ظل بس هذا الزغار الشوكي، هذا السمت الزغاري ماكو، يعني ماكو، وغالي يعني ماكو هسه، غالي كلش غالي صار هاي الايام، كلش غالي السمك علينا. اما سمك عراق ماكو، يجينا كله من ايران، حتى البنيه مال الهور، هو هورنا بس هم عند ايران قاعد تجينا البنيه، بس غالي جهنم، سمكه ماكو، العالم خطيه والله، تاخذ نص كيلو ربع كيلو، يعني قبل كله وقايه سمك ماكو، سمتيه جهنم بسبعه بسبعه ونص، البنيه ب 25 كيلو، الصبور غالي كله غالي والله، يسعد الله العالم. Thank you.